السلام عليكم حبيباتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ واش كل شي بخير؟ تنتمنى انكم كلكم تكونوا بخير وعلى خير. غديت واحد الحوتة في الفران وبغيت نتشاركها معكم. هنايا تنقدو بسم الله على بركة الله، هنا تنقدو الشرمولة. اكيد نحتاجو التوابل ديالنا، عندنا هنا التحميرة، عندنا السودانية مطحونة، عندنا الكمون، عندنا اكيد الملحة، وعندنا الخرقوم. يعني هادو التوابل الرئيسية اللي بغينا نشرملو الحوت. عندي هنا ثلاثة الفصوص ديال التومة، انا عملت هي ثلاثة، كاين اللي تيبغي اكثر نتاع المذاق ديال التومة يعمل. المهم الحوت راه تيبغي التومة. حكيت هنايا ثلاثة ديال التومات، وتنضيفو نص ربطة مدقوقة مزيان او مقطعة مزيان ديال القزور والمعدنوس. يعني الربطة راه كافية باش تشرملي الحوتة والخضر ديالها. وهنايا واحد الحامضة معصورة نضفتها للشرمولة ديالنا، هنا تنزجها مزيان باش نشرمل بها الحوتة ديالي. هاد الشرمولة راه هي الأساس ديال الحوت في الفران، يعني ضروري يكون فيها كلشي مقاد باش تجي بنينة، هي اللي تتبنن هاديك الحوت. كيف ما كان النوع ديال الحوت تتردو، يعني تتعطيه واحد البنة، يعني ضروري نهتمو بها. ومن بعد تناخدو الحوتة ديالنا. عندي هنايا حوتة فيها كيلو وربع، هادي ميرلون كبيرة. تنشرملها مزيان، تندخل فيها القوام من الداخل ومن على برا، يعني ضروري تشرب هداك القوام. تندخل فيها بشوية باش يدخل فيها القوام، ومن بعد تنخليها واحد تقريبا واحد ربع ساعة وفي الثلاجة، يعني ضروري تشرب شوية القوام ديالها. غير نكمل المهمة وتنشرطوها واحد الشراتي من الفوق، يعني تم من الفوق ومن التحت، من باش ندخلو شوية القوام من الداخل، باش تشرب شوية القوام حتى من الداخل، يعني اللحم ديال الحوت يكون شارب القوام بهذا الشكل. هذا ندخل القوام ديالي دوك الافتتاحات، يعني باش تجي الحوتة بنينة. ضروري هاد الحوتة تنعملوها ولو مرة في الأسبوع، مزيانة الوليدات ياكلوا شوية ديال الحوت مع الخضر، تجي بنينة، تنجمع عليها، يعني شي حاجة رائعة. تنقطع الجزء الآخر، تنشرطو حتى هو، تندخل عليه شوية بالماص باش يتشرب الحوتة، تشرب القوام. كما قلت لكم تخليه من ربع ساعة حتى نص ساعة في الثلاجة، يشرب شويه داك القوام وداك الحامض، ومن بعد نكملوا العمل ديالنا. ومن بعد تناخد اللاطه ديالي، كل واحد يستعمل اللاطه اللي عنده في الدار، انا تنستعمل هذه، يعني تتبرد القلب. هادو ديال الالومنيوم تيبردو القلب رخاص وزوينين، ولكن تيجي فيهم الحوت بنين، يعني من القديم من ملي كنا صغار، هي ما كانوا الناس تيديو الحوت للفران تطيب، هادو هما اللي تيديو، تجي بنينة. تنفرشو خيزو ديالنا، القياس خيزو اللي يهز الحوتة من التحت اللي نحطو فوق منو الحوتة، يعني باش ما تحرقش. وثانيا تيطلق المذاق ديالو، غير نديرو ما نعمروش لاطا كلها، تيطلق الماء، هو تيطلق الماء بزاف، والخضر الاخرين باقي بيطلقو الماء، يعني باش ما تكونش الحوتة ميها بزاف. وضعنا السمكة ديالنا فوق داك تخيزو، ديك الشرمولة اللي بقات درت فيها شوية ديال البطاطا، يعني الخضرة تمشيو بالتدريج، بديك اللي تطيب يعني اقل، يعني في الزيت يشد شويه الطياب، تنتبعو البطاطا عاد الفلفله، ما تيشاو الفلفله تيطيبو دغيا. كاين الناس تنشوفهم تيسلقوها تيديروها، لا راه ما عمر سميتها ديال اللي زربان مثلا، وهي اصلا فاش تديري الحوته ديال سميتو ديال الفران تتكوني ما زربانهاش، تيكون شي حد ولا نهار الحد ولا نهار السبت مثلا، الوليدات ما قاريينش وتحت مع هذه الخدمه،
يعني ما كاينلاش دزربيله، تتبت طب شويه عليها باش تجي بنينه اصلا. ما باش تسلقي الخضره غادي ديريها، ما بقاش طاوله الحوت التقليديه اللي تنعرفهم اللي كنا تنديو الفران. نقدو البسيطه ديالنا باش كلشي يطيب، تجي بنينه غير جربوها رائعة. وماشي ضروري يكون شي نوع ديال الحوت نيت غالي، اي نوع ديال الحوت يعني، يكون هداك البوري تتكون الحوته كبيره ب 20 درهم او اقل بعض المرات، والله العظيم الا تيجي بنين حتى هو تيجي بنين. اي حوته عندك ولا ديري السردين حتى هو ممكن، يعني حسب انت اش بغيتي. ديك الشرموله ضفنا ليها ماتيشان بعد ما قشرتها وحيدت منها الزريعه، عاد قطعتها ترونشات ودرتها في القوام باش تجي سهله في الماكله وتجي بنينه، تجي بنينه بزاف. هاد المطيشه ديال الشرمولات الحوت تجي رائعه، يعني ما تشبعوش منها. باش ما لقيتي تكثري مطيشه كثريها، تجي زوينه من الطيبه، سي واحد البنه رائع. ومن بعد تنشرملو الفليفلات ديالنا، ها هما يمكن لك ديري فلفله في جميع الالوان. انا كانت عندي واحد الفلفله حمراء ما عرفتش شكون اللي هزاها في الثلاجه، واستعملت هذه الخضره وما كانت، وغير نسيت الحمراء تطلق واحد المذاق رائع. وهذه حتى هي عندها المذاق ديالها الخاص، كل فليفله فيهم عندها مذاق، يعني الفلفله خضراء مذاق والصفراء مذاق والحمراء مذاق، وكل واحده فيهم فيها فيتامين بشكل. تصوروا معايا سبحان الله. قديت الفليفلات ديالي ومن بعد شديت ديك الشرمونه اللي بقات خويت فيها واحد مطيشه، يعني قشرتها وحيدت لها الزريعه، عاد طحنتها ما طحنتهاش هكا، طحنت غير المطيشه بعد ما حيدت لها الزريعه والقشور، ودرتها في الشرموله. وغادي نكمل بها باش تعطينا المرقه شويه فيها اللون وفيها المذاق نتاع الشرموله. تجي راه ما تشبعوش منها، والله ما تشبعو منها، يعني رائع. طبق مغربي مميز بطريقه ديال المغاربه. ومن بعد تنديروا اصلا الشرموله فيها الحامض، وتنزينوا بداك الحامض منين تشعلي الفران من الفوق على الحوطه، تيطيب تيطلق مذاق رائع. الحامض يعني شي حاجه ضروريه في الحوت. وبطبيعه الحال عندنا واحد الكوي نص كاس او كويس حسب كل واحده شبعة شحال انت ياخد تحديدا نتاع الزيت، ما بين زيت الروميه وزيت البديه، وتقدري ديري زيت البديه او ديري زيت الروميه اللي بغيتي، الاختيار تيبقى لك واش عندك في الدار. عندي انا هنا مزيج. ومن بعد تنديروا الوريقات نتاع سيدنا موسى، ما تنساوهمش، راه اليوم ما تقاس في الحوت، تيديروا البركه في الماكله سبحان الله العظيم. يعني ورقه موسى رائعه. وغطيت، عندي بقى عندي واحد الطريف من الحلوه ديال البابي اليمي كويسون هو اللي عندي، وعملت فوق منه بابي الومنيوم نغطيها باش تطيب مزيان، باش نغطيها وتطيب على خاطرها وتشرب المرقه ديالها، ما تجيش ميها، ونعطيها الوقت ديالها حتى تطيب. ومن بعد نعري عليها من الفوق باش تحمر وصافي، وحوتنا واجده. ها هي الحوته ديالنا من بعد ما طاب، مشربه رائعه. اللي كون شفتوا المذاق ديالها كيفاش داير، اما الرائحه ما نقول لكمش، شي حاجه يعني رائعه. تنتمنى الوصفه ديالنا تعجبكم وتجربوها، وتتمنى ما تبخلوش عليا بالاشتراك واللايك وتفعيل الجرس باش توصلوا بالجديد ديالنا. نتمنى انكم تعاونوا معنا، وشكرا لكم على المشاهده.